أهلا وسهلا فيكم، معكم عهود الجريد، وإن شاء الله اليوم بيكون حديثنا إجابات عن أسئلتكم اللي أنتوا رسلتوها لي، وإن شاء الله بجاوب عنها كلها اليوم، مو كلها يعني مجموعة صغيرة بس، وبستقبل كمان اللي حابين يسألوني خلال اللايف اليوم. فأي أحد عنده سؤال في اللايف هذا ممكن يكتب لي إياه تحت في مكان كتابة الأسئلة، عساس أجاوب لكم عليها عن أي سؤال يتعلق بالمواضيع اللي بنطرحها اليوم إن شاء الله. أوكي، خلوني أبدأ معاكم بالسؤال الأول. تقول السؤال الأول، طبعا هو من وحدة سيدة، تقول كيف أحافظ على مستوى طاقتي وما أتأثر بالناس السلبيين اللي حولي. فالسؤال إنها كيف تحافظ على مستوى طاقتها وما تتأثر بالناس السلبيين اللي حولها. في البداية السؤال له شقين، شق يدل إن هي تبي تعمل شيء كويس لنفسها، إنها كيف تحافظ على طاقتها، والشق الثاني يدل إن في مشكلة إنها ما تتأثر بالناس السلبيين اللي حولها. خلوني أبدأ بالشق الثاني. الشق الثاني شو يقول؟ إن هي ما تبي تتأثر بالناس السلبيين. طيب، طالما إن هي تنظر للي حولها إنهم ناس سلبيين، إذا الموضوع هنا صار في مشكلة. ليه؟ لأن هي بانية حكم على اللي حولها بأنهم هم سلبيين، وإن هي اقتنعت 100% أنهم أشخاص سلبيين، وبما أنهم سلبيين فأنهم هم مصدر سلبية ممكن تنعكس عليها فتأثر عليها، فحياتها ممكن أنها ما تكون زي ما هي تبغى. هذا الحكم يخليها تعيش في دائرة أن هي ما تكون تمام. ليه؟ لأن احتمال كبير يكون اللي حولها ما هم سلبيين، احتمال يكون العيب منها هي. فمجرد أن هي حكمت على اللي حولها بأنهم أشخاص سلبيين وعاشت بهذا الإطار، إذن هي بتدفع ثمن هذا الحكم. عشان كذا الإنسان لابد أنه يراعي تماما أنه ما يحكم على اللي حوله ولا يطلق الأحكام جزافا. يعني الإنسان لابد أنه يتروى آراء عن الآخرين ويبدأ شوي شوي في الموضوع هذا. الشيء الثاني، هي تقولك أبغى أحافظ على مستوى طاقتي. طب أول حاجة هي لازم تعرف إيش هو طاقتها وإيش مصادر طاقتها، من وين جاية طاقتها، وإيش هي الطاقة الحيوية بالمجمل. هذا موضوع، بس في ناس أحيانا تسمي إنك تقول لك أنا أبغى حسب طاقة سلبية دخلت عندي في المكان. ما في شيء اسمه طاقة سلبية وما في شيء اسمه طاقة إيجابية. أوكي، فأنت تقول كيف أحافظ على مستوى طاقتي. هل أنت تشعرين إن أنت مستنزفة، طاقتك مهدورة؟ إذن الموضوع لازم تعالجينه من نفسك، من أساس، من عندك يعني. بعدين تبدين تشوف إيش القصة، إيش اللي حصل. الاحتمال كبير كل موضوع أساسا نابع من الإنسان نفسه، وعلى ضوءه عايش التجربة هذه اللي مش ظريفة في حياته. بدل ما الإنسان يحكم على الآخرين أنهم سلبيين وأنهم سبب اللي هو فيه والمشاكل هو فيها، يفضل أنه يبحث عن اللي هو يبغى. أي أحد عنده سؤال ممكن يطرحه لي في هذا عشان أبدأ أجاوب عليها بعد ما أخلص الأسئلة اللي عندي. السؤال الثاني ما أدري عاد هو جاي من واحدة واحد لأن الكلام مش واضح. إيش يقول لي؟ من مدة صرت بدون عمل، وهذا الموضوع أثر علي، وأبغى أرجع لوظيفتي القديمة، لكن الجروب الموجود جدا في الشغل ناس كانوا غير متعاونين معي، وهذا السبب اللي خلاني أو هذا سبب إني طلعت من الشغل. عهود وش تنصحيني؟ أول شيء أنا بما إني كوتش، لايف كوتش، ما أنصح. يعني أنا ما أعطيك نصيحة أقولك سوي لا تسوي، هذا مو بشغلي. بالعكس، أنا أقعد معاك وأعمل معك سيشن وأطلع شيء لمواردك الخاصة. أنت تطلع شغلك من نفسك. لكن إذا أنت تبغى مثلا مجرد رأي تعب بتصيغة سؤالك، أنا ممكن أجاوبك عليها، لكن نصيحة ما حقدر أعطيك إياها، لأن سواء في مجال التنويم الإيحائي أنا لا أنصح، في مجال الكوتشنج أنا لا أنصح، تمام؟ وهذه من أساسيات المهنة عندي إن أنا ما أنصح. فالسؤال زي السؤال السابق له شقين، تمام؟ أنا ممكن أوصل لك معلومة فقط يعني، وهذا شيء ممكن يفيدك يعني. تقول لك أو يقول لك الله أعلم أبغى أرجع لوظيفتي القديمة، لكن الجروب الموجود غير متعاونين، هم سبب أني طلعت من الشغل. طيب، أول شيء مدامك أنت الجروب كانوا غير متعاونين، معناها أنت طاقتك في الشغل أقل من طاقة الموجودين. فهم عملوا عملية معينة، يعني المجموعة دي عملوا عملية بحيث أنه يتم إخراجك من هذه الدائرة، تمام؟ يسمون إبعاد.
عمل عملية إبعاد بدون ما أنت تحس أو تشعر فيها، يعني بدهم يطلعونك من الدائرة اللي هم فيها بالشكل هذا، لقيت نفسك أنت اللي برا وهم اللي داخل دائرة العمل هذه. إيش اللي حصل؟ اللي حصل طبعاً إنه خسارة عمل، خسارة دخل مالي، خسارة الوظيفة اللي أنت تحبها، وهذا الشيء أثر مثل ما هو واضح إنه إنك أنت تبي ترجع. طب نفترض إن من أسباب رجوعك للوظيفة إنك أنت مثلاً تأثرت مادياً أو تأثرت معنوياً وكذا، طب سبب خروجك الأساسي لازم تعرفه. سبب خروجك الأساسي لازم تعرف، هل أنت خرجت بسبب أنك والله شعرت بالإهانة وضيق هنا؟ معناه لازم ترتب موضوع الإيجو عندك وتبدأ تعرف شيء واحد، أنه أحيانا في العمل واحد لازم ما يبالغ بحكاية أنه أنا أحسن منهم أنا أفضل منهم الأشياء هذه، لازم يدي العمل اللي عليه حسب الوصف الوظيفي الموجود، ويدي ساعات العمل مطلوبة، ما يأكل ساعات الناس بأنه يطلع يشرب قهوة، يدخن سيجارة، يروح يقضي مشاويره الخاصة وبعدين يقول لك والله الوظيفة بتقعد لي. فالواحد يراجع نفسه، يراجع سلوكه، يراجع تصرفاته في العمل، يراجع ليش تم نبذة من هذا المكان، سواء على الصعيد المهني أو على الصعيد الطاقي كمان، لأن احتمال يكون في حاجة أنه حاس أنه أقل من هالمكان أو مستكثر نفسه على هالمكان. وفي الحالتين الإنسان هنا يكون يتعامل مع نفسه بطريقة مختلفة عن هو المطلوب، لأن أنا لما أكون أشرف مكان وأشعر المكان هذا أقل من مستوى مؤهلاتي أو قدراتي ما حقدر أعطي فيه، وإذا اشتغلت في مكان وأحس المكان هذا كبير علي برضو ما حقدر أشتغل فيه. إذا المكان لابد يكون متناسب مع إمكانياتي وقدراتي. فمهم جدا الإنسان يرجع له وش سوى في حياته في المكان، هل هو اشتغل لمرضات الله في المكان هذا وثانيا محل المعاشة، ولا هو اشتغل عشان بس يازد تقولون يقضيها ويخلص أموره. فلما الناس تجتمع عليك في سلوك معناها راجع نفسك، لأنه شوف لا يمكن واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يجتمعون كلهم يقولون والله فلان غلطان ويطلعوا هو صح وهم غلطانين، هذه يعني نادر ما تحصل إلا في حالات معينة جدا وجدا دقيقة يعني. لكن الغالب إن الأمة لما تجتمع على شيء يكونون دائما على حق يعني، إلا إذا كانت طبعا بينهم مصالح مشتركة وبينهم أرضية مشتركة قاعدين يشتغلون عليها وما يبونك تشوف اللي هم يسوونه، هذا موضوع ثاني. إحنا نتكلم في نظام مختل من الأساس، بس أنا أتكلم لو نظام متزن، نظام سليم صحي، مجال عمل صحي وسليم، والجماعة كلهم قالوا لك يلا مع السلامة ما نبغاك، هنا أبدأ شك في نفسك. بس إذا المنظومة أساسا فيها فساد وفيها فوضى في المكان اللي تشتغل فيه، لا يعني ممكن احتمال يكونهم متجمعين على شيء مش لطيف ما يبونك تشوفه، او انك انت من النوع اللي ما تصلح انك تكون معهم في السيستم اللي هم فيه. فيبغى لك تراجع اشياء كثيره وتجيب ورقه وقلم وتبدا تفند هل انت كنت تشتغل صح، هل انت اديتهم حقهم الساعات، هل انت اشتغلت بمرضات الله، الاشياء هذه كلها مهمه جدا جدا عشان تعرف. طيب خلوني انتقل للسؤال الثالث، اي احد عنده اي سؤال ممكن يسالني اياه عشان أنا قربت أخلص من الأسئلة. السؤال الثالث شو يقول؟ تقول هذه واحدة تقول عندي مشكلة وهي إني أصرف، يعني تصرف مبالغ كبيرة على المكياج، تحط تشتري مكياج روج حمور كذا أشياء، والحين صارت عندي زي قلتها، طبعا أكيد مع كورونا أكيد بتصير زي قلتها، لكني لازلت أشتري أونلاين، كيف أقدر أوقف هذه العادة أني أشتريها؟ وما أدري هل هو إدمان؟ والله يعني أعتقد هي جاوبت على الموضوع بنفسها. أول حاجة لابد تدركوا شيء واحد يا جماعة، المكياج الأحمر الخدود، ظل العيون، الروج، المكياج هذا عادة، يعني الواحدة لما تصحى الصبح وتغسل وجهها، نعم تفضلوا اسألوا أي سؤال اكتبوا لي تحت وبجاوب عليه، تفضلوا. اي واحدة تصحى من النوم تغسل وجهها تنظفها وتحط مكياج وتبدا تتعود كل يوم انها لازم تطلع حاطه مكياج برا البيت او جوا البيت، هذه عاده مكتسبه، فهي لانها صارت عندها عاده انها تحط مكياج فكانت تشتري كثير، لكن الحين لان القعده في البيت فما صار في مجال انها تحط مكياج كثير، فطاحت علب المكياج في حلقها، فالحين تبي تفتك منهم او تبي توقف، لان لقيت نفسها انها صارت تشتري بدون ما تنتبه لنفسها والمكياج صار كثير عندها. تقول ما أعرف هل هو إدمان، بالضبط هذا إدمان شراء،
وهذول النوع من الناس يسمونهم مدمنين الشراء، لأنه هو صار عنده أنه هو يبي يتخلص من مشاعر معينة في داخله، فيعوضها بإدمانات بإدمانات معينة. في ناس تدمن الشراء، في ناس تدمن التصرفات معينة مثلا زي السجاير أو شرب القهوة أو إلى آخره، وفي أشياء كثيرة طبعا غير لائقة يعني. تمام، في سؤال جاني لايف الحين، إيش أفضل، أجلس في مكان العمل وتحمل الضغوط أو الخروج أفضل؟ أول حاجة أنا إنسان يجي يقول لي إيش، يحط لي مقارنة بين إيش أفضل هذا ولا هذا، أقول له جيب ورقة، يعني خلي أوريكم هذه ورقة عندي أنا، جيب ورقة، ورقة بيضة جميلة أو أي ورقة عندك، أوكي اقسمها بالنص، اكتب الإيجابيات والسلبيات، فندي إذا الإيجابيات أكثر من السلبيات اقعدي، إذا السلبيات أكثر من الإيجابيات لك الخيار، إذا أنت قادرة تتحملين النفقة حقتك بدون العمل، يعني تكون عندك مثلا استثمار برا يصرف عليك، الأسرة نفسها موفرت لك حياة كريمة معينة، ما في شيء بيكسر عليك، يعني بتعيشين مكرمة معززة في بيت أهلك، أو أنه عندك زي ما قلنا استثمار. لكن إذا وجدت أنك لو طلعت من الشغل بتطلحطون مثلا، وبتلاقي نفسك تتسلفين وطلباتك غير مجابة والوضع شوي متردي بالنسبة لك، يفضل أنك أنت تراجعين نفسك، يعني وش المهم بالنسبة لك، وش الأهم بالنسبة لك، هل أنك تستمرين بالشغل في ضغوط؟ على فكرة يا جماعة ما في شغل في الدنيا ما في ضغوط، ما في، يعني إذا أنتم متخيلين أنك أنت بتروحون المكتب وبتقعدون كذا وبتقعدون على الكرسي بتدورون لفة لفتين، وبتجيك السكرتيرة بتقول لك أوامرك طال عمرك، وش أجيب لك، وش أسوي لك، تبي قهوة تبي شاهي، وتروح تجيب لك أوراق وبس تقعد كذا توقع عليها لا هذا يعني هذا يمكن شغل حتى الإكزيكتيف اللي هم الكبار مرة 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 في الشغل، والسي او والإكزيكتيف هذا عندهم ضغوط عاد غير شكل، يعني غير شكل، يعني ضغوط رهيبة جدا في العمل، عشان كذا هم لما يطلعون إجازات يطلعونها صح، يتركون الشغل كله وراهم، وهذا هو الصح. فإذا أنت في ضغوط في العمل حاولي تعرفين من وين جاتك الضغوط، هل أنت طبيعة العمل ما هي طبيعتك، هل هي العمل هذا مش مريحك، هل أنت من الأشخاص اللي الشغل هذا مش مع قيمك، يتعارض مع قيمك. فمثلا حديك مثلا في إنسان يحب يعمل الخير للناس ويحب يعمل أشياء مجتمعية ويطلع ويتبرع ويعمل أشياء كذا، لكن لقى نفسه يشتغل في غرفة متسكرة طول الوقت، فهنا هو تعارض شغلا مع قيمة، بالتالي ما حيكون جيد في الشغل هذا. بينما لو راح يشتغل في مكان تطوعي أو كذا بيكون جيد. احنا تكلمنا عن بيئة العمل، إذا احنا بنحكم على بيئة العمل من وجهة نظرنا احنا ما نعرفوش خبايا الأمور في بيئة العمل، يعني احيانا بيئه العمل ممكن نضرهم انهم ناس سيئين او ناس فاسدين او 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 او، لكن احيانا احنا ما نعرف ايش حاصل. فاول شيء نراجع انفسنا، هل احنا مثلا المكان هذا مريحنا مناسبنا، هل احنا قاعد مدين عملنا حقه ولا احنا مقصرين، هل احنا نعاني من التسويف والمماطله والكسل، ولا احنا والله مجتهدين ومثابرين وجيدين وحاطين لنا بصمه في المكان. نشوف اول شيء قيم انفسنا، بعد تقييمنا لانفسنا والله الموضوع تمام والتقييم جاء الفالويشن حقك انك ممتاز او انت ممتازه بتقييمك لذاتك، ابدا شوف المكان ايش اللي مخليك المكان هذا مش مريحك. والله اذا انت شاكك بسلوك الناس اللي حولك وانهم ناس مش طيبين وكذا، يعني يمكن يكون بعض الظن اثم، احتمال يكون ظنك سيء، احتمال يكون عدم توافقكم مع بعض طاقيا، يعني انكم انتم مثلا مش متوافقين، فانت اما انك انت اعلى منهم او اقل منهم، يعني فاشياء كثيره ممكن تخلي الانسان يشعر ان مكان العمل هذا مش مريحه. فننتبه للنقطه هذه جدا 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 قبل ما نبدا نقول المكان هذا زين المكان هذا شين الناس هذول. اول حاجه اطلاق الاحكام على الاخرين، اطلاق الاحكام على الاخرين وان هالمكان مثلا فيه سيئين او فاسدين وكذا، هذا موضوع بيرتد لكم، لانه طالما انك انت ظنيت بالناس احتمال يكون الظن هذا ظن السوء، فاحتمال كبير ارتد عليك، وإذا ارتد عليك ممكن يجيب لك ويلات وحسرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شخص عنده سؤال منكم الآن ياريت يكتب لي تحت عشان باخذ كمان سؤالين إذا أمكن، عشان بعد كده بنطلع من اللايف، لأنه إن شاء الله بحفظ لكم إياه ترجعون له في أي وقت تبون هذا. فالأسئلة اكتبوا ليها وحاولوا تكونون أسئلة جدا واضحة ومضبوطة. خلونا نتكلم الحين شوي عن إدمان الشراء زي ما حصل مع الأخت اللي قاعدة تشتري مكياج.
طبعا إدمان الشراء هذا واحد من ضمن الإدمانات، من ضمن الإدمانات الموجودة. لكن في ناس ممكن تدمن أشياء ممكن تعملها مشاكل بعدين، مشاكل كبيرة كبيرة على مستوى كبير جدا. يعني قبل يومين في ممثلة صينية حصل إنها عملت عملية تجميل، فكانت تعمل عملية تجميل كثير، بالأخير عمل بسم الله علينا وعليكم الله يحفظكم ويحفظ السامعين، صار في عفونة في طرف الأنف، فالحين تحتاج إنها تدفع قيمة المستشفى اللي قعدت فيها شهرين وقيمة عمليات ومئات الألوف بتصرف. وهذا شيء خطير جدا يا جماعة، لأنه في أشياء المفروض إحنا ما نلعب فيها. أوكي، المفروض إحنا نهتم بأنفسنا، نهتم بصحتنا، نهتم بشكلنا ونقبله كما هو. أوكي، فبسم الله علينا وعليكم على السامعين، اللهم احفظنا من هذه الإدمانات لأنها جدا تودي الواحد لأمور لا تحمد عقباها. لأنه اللي حيدمن يشتري 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 أونلاين، خصوصا أنه في الأزمة اللي احنا فيها هذه الجائحة، وهو قاعد في البيت ما لقى تعويض جيد يثري فيه وقته وحياته وطيح نفسه بعمليات الشراء، بيلاقي نفسه على المدى الطويل، على المدى الطويل داخل في أزمة أنه ما حيقدر يوقف نفسه، فما حيقدر يلجم أحصنته عن الشراء وعن يطلع الفيزا أو الماستر كارد أو أي كارت ائتماني عنده ويقعد يشخط كل شوي أونلاين ويلا يلا ادفع ادفع ادفع، وآخر الشهر تجيك لهذا بعد يقول لك أنا غلطان أنا طلعت الكرت هذا من الأساس. لا، الكرت ما له شغل، أنت اللي غلطان أنك أنت قاعدة تشتري بدون ما تحس بنفسك في الموضوع هذا. لأنه أحيانا إحنا نحتاج نشتري، واحيانا ما نحتاج نشتري لكن نبي نشتري عشان نرفع عن انفسنا، واحيانا نبي نشتري عشان نمتع انفسنا، واحيانا نبي نشتري عشان نسلي انفسنا، احيانا نبي نشتري عشان نسلي اللي معانا ونسعدهم بالهدايا. فالشراء مو دائما سيء، بالعكس احيانا كثيره يكون رائع، خصوصا لما تكون سبب في انك انت تسعد نفسك او تسعد الناس اللي حولك. انما لابد يكون في وعي في النقطه هذه، مهم جدا، بحيث ما تلاقي البيت كله تعبى عندك على مكياج او تعبى ملابس او كذا، لانه هذه تاثر على المكان اللي انت ساكنين فيه. المكان المفروض انت ساكنين فيه ما يكون مزدحم ومكتظ كثير بالاغراض، ولا يكون خاوي بحيث انك انت لو بغيت اي شيء تضطر تروح تجيب كل مره وتشتري وكذا. لازم يكون يعني المكان متناسب مع احتياجاتك، المكان اللي تساكن فيه متناسب مع احتياجاتك، وهذا الشيء اللي بيخليك على المدى الطويل تعيش بتناغم مع المكان. وانا تكلمت قبل كذا، يمكن لو ترجعون للبوستات السابقة تكلمت عن التناغم، انت ما حتقدر تتناغم بالمكان اللي تساكن فيه الا اذا عرفت ان المكان هذا يلبي احتياجاتك وانت ماشي مع المكان صح. المكان هذا يلبي احتياجاتك وانت سعيد بالمكان هذا وقادر تحصل احتياجاتك منه بمنتهى اليسر والسهولة. يعني ما تضطر تدور وتنبش بين الأغراض، ما تضطر أنك أنت مثلا تنزل السوق تشتري كل مرة كل ما بغيت حاجة. يعني هذا شيء جدا مهم، الإنسان اللي في بيته يكفي احتياجاته واحتياجات أسرته، سواء من مفروشات، من أدوات مطبخ، من أدوات الله يعزكم ويكرمكم دورات مياه، من أدوات غسيل، من أدوات كله كله كله. لازم يكون البيت يلبي الاحتياجات بكل الوسائل اللي فيه، سواء كانت وسائل متطورة إلكترونية أو وسائل عادية حسب أنت نمط حياتك. يعني لأن ما تقدر تفرض نمط حياة على إنسان مجرد أنه لازم يكون مواكب التكنولوجيا أو غير مواكب له. تمام، فهذه الأسئلة اليوم هم ثلاث أسئلة، وأخذت منكم سؤال، إذا في أحد عنده سؤال يحط لي إياه قبل ما أتكلم شوي عن اللي قال أرجع للوظيفة القديمة. أول شيء كلمة أرجع للوظيفة القديمة، وأرجع للوظيفة القديمة، القديمة معناها أنت أسقطتها من حساباتك. يعني لا تقول أرجع للوظيفة اللي أرغبها عشان تكون تفكر في الشيء اللي تبغاه، مو تفكر في شيء انت اريد مسقطه من حساباتك يعني ومطلعه من السيستم اللي عندك، وشيء قديم مش تبيبه. يعني يا اما يكون بالي يا اما يكون رث يا اما كذا. لكن اذا نظرت للوظيفه على انها شيء مرغوب فيه بتكون عندك حافزيه داخليه بتحفز نفسك بنفسك انك توصل له. ما قدرت تحفز نفسك بنفسك، في جلسات رائعه اسمها جلسات التنويم الإيحائي، وهذه تم فيها مخاطبه عقل باطن، انا اقدمها لك، ممكن تاخذها معاي والحمد لله. يعني
اغلب اللي اخذوها عندي كثير وصلوا نتائج مبهره. ممكن تاخذ جلسات كوتشنج، والكوتشنج جدا جدا مؤثر في الموضوع هذا وتاثيره سريع يعني. فعندك الخيار، اما تاخذ كوتشنج معي اما تاخذ جلسات تنمية إيحائية، وفي الحالتين ان شاء الله بتطلع نتيجه جيده اذا انت فعلا راغب انك تطور نفسك او انت تطوري نفسك. انا ما نعرف اللي يرسل لي هل هو رجل او امراه. فالتقيكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الاسئله اللي جت والاسئله اللي طرحتوها معنا مو كثيره. والتقيكم ان شاء الله في لايفات قادمه. مع السلامه، الى اللقاء ان شاء الله قريبا.